عودة لعشر الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. قلنا لكم في الجزء الأول من حلقتنا النهاردة أن مع ابتداء الأجازة الصيفية كتير جدا من الأهالي بيشتكوا أن ولادهم قاعدين ما بين متلطعين على الكنب، متلطعين على الحيطان، قاعدين زهقانين ومش عايزين يعملوا حاجة. طبعا الوضع بيكون أحسن نسبيا في حالة لو كان الأولاد أصلا بيمارسوا رياضة، ففي الصيف اللي يعني ما عندهمش الأهالي المشكلة دي، لكن الناس اللي عندها أولاد لا يمارسوا رياضة ولا يميلوا لأن هم يعملوا أي حاجة مفيدة، نتصرف إزاي مع الأولاد دول من غير كمان ما يبقى فيه قهر بالنسبة لهم؟ تعالوا نتكلم في هذا الأمر ونفتح هذا الملف مع الدكتورة وسام منير، مدرس التربية الخاصة بجامعة مصر وأيضا خبيرة الاستشارات النفسية والتربوية. صباح الفل عليكي وأهلا بيك. صباح الخير على حضرتك. أهلا بيك. صباح الخير. صباح الهنا عليك يا دكتور الجميل. وبتنورينا دايما. ميرسي. وكل ما كل حلقه بيبقى فيها تقريبا كنت معانا من شهر حاجه زي كده بيبقى فيه جديد وبنبني على كمان اللي فات. احنا بنتكلم دلوقتي تحديدا في ملف الاجازات، وطبعا كل الاهالي وتحديدا كمان لو هتكلم عندنا في مصر بيبقى نفسهم ان الاولاد يعني بالاعمار المختلفه ان هو يستفيد بالاجازه ويفك عن موضوع الامتحانات، بس في نفس الوقت ما تروحش كده. يعني دي الاهالي اللي هي عندها نوع من الوعي والثقافه، في اهالي ثانيه ما بيفرقش معاهم، هنجيلهم دول. خلينا في العيال اللي عندها هذه الوعي او هذه الثقافه ونبتدي نقارن نفسنا بالخارج. يعني انا كنت بقرا بعض المقالات الخاصه بالملف ده في امريكا وغيره، هناك بيشغلوا اولادهم، بيخلوهم يطلعوا فلوس، بيخلوهم يتعلموا حاجه جديده. مش كل الناس تقدر تسيطر، بس هو المفروض يكون الثقافه عند الطفل اصلا هو عايز ده. مش بجبره انه يروح يتمرن، مش بجبره على حاجه، لان الاجبار على اي حاجه ما بتدلش على اي نجاح. انا في البدايه طبعا مبسوطه ان انا معاكم جدا النهارده. ميرسي. طبعا خلصنا بقى امتحانات وخلصنا دراسه والحمد لله النتيجه ظهرت، وبنقول طبعا كل اخواتنا واولادنا طبعا من طلاب الثانويه العام او حتى الجامعات يعني مبروك على النجاح. خلاص بعد ما خلصنا كل الضغوط النفسيه اللي احنا مرينا بيها دي كلها، نبدا بقى في مرحله جديده، مرحله الاستمتاع، ان احنا عاوزين ناخد نفسنا كده نفس عميق علشان نبدا بقى ايه نستمتع بالاجازه. عاوزين مود، عايزين نروح حلوه جوه البيت، عاوزين نتخلص من كل الضغوط النفسيه والقلق والكآبه والتوتر اللي احنا كنا فيه طول الوقت فين في وقت الدراسه. طيب مين عليه الدور الكبير في الموضوع ده؟ الام والاب. فانا بشوف الام والاب عليهم دور مهم وكبير جدا في انهم يخرجوا ولادهم بره حاله التوتر والقلق والعصبيه طول الوقت في الدراسه والامتحانات. هي فتره فعلا بتكون صعبه جدا، بس نقدر نعديها ونتجاوزها مع الوقت. طيب نعمل ايه؟ احنا المفروض ماشيين بسيستم طول الوقت في حياتنا، سواء من بدايه الدراسه الى ما لا نهايه. السيستم ده عباره عن ايه؟ عاملين جدول. يعني ايه الجدول؟ يعني فكره الجدول دي نفسها على فكره هي نظاميه جدا وحاجه محترمه جدا جدا. فاحنا لازم نعلم ولادنا من البدايه اصلا ثقافه الجدول، التايم، ان احنا كل حاجه ليها وقت. إدارة وقت الوقت نفسه. بالظبط، دي مهمه جدا. طب هو يعني ايه وقت؟ الوقت ببساطه هو عباره عن الفتره الزمنيه اللي انا بقدر اعمل بيها اي حاجه في حياتي. هذاكر في تايم، هتفرج على الفيلم في تايم، هعمل اكله حلوه في تايم، هعمل اي حاجه في وقت. ما ينفعش ان انا اعلم ابني اي حاجه بدون وقت، بدون ما احدد له بدايه ونهايه. اوكي. فالنقطتين دول مهمين جدا بالنسبه لي. طيب الاجازه جت هنعمل ايه؟ تبدا الام والاب يسالوا اولادهم انتوا عايزين تعملوا ايه في الاجازه؟ عايزين نروح فين؟ حسب بقى امكانيات الاسره عامله ازاي. لو امكانيات الاسره بيعرفوا يسافروا ويخرجوا يروحوا مصيف اي مكان فيه بحر فده هيبقى حاجه لطيفه جدا وعظيمه جدا. امكانياتهم بسيطه او متوسطه فنقدر نعمل ترفيهيه داخل القاهره او في المتوسط بتاع الاريا اللي فيها البيت او فيها السكن نقدر ان احنا نخرج ولادنا فيها. رحله نيليه في النيل، حاجات بسيطه ممكن نعملها، ان احنا مثلا نغير روتين البيت جوه البيت، نغير العفش، ننقل حاجه مكان حاجه، حتى غرفة الأوضة بتاعة الطفل ممكن إن هو يرتب أوضته من أول وجديد، لو في حاجات هو مش عاوزها يستغنى عنها. عاوزين نعمل أي تغيير، أي تجديد جوه البيت. قد إيه الحاجات البسيطة دي لو الأم والأب عملوها مع أولادهم جوه البيت، لا دي بتعمل ريفريشمنت، بتخلي الدنيا لطيفة جدا، بتحسس الطفل إن في جديد، في تغيير، غير الحياة الروتينية النمطية اللي الطفل بيفضل موجود فيها طول اليوم. عاوزين تغيير، عاوزين تجديد، عاوزين مرح، عاوزين نفرح، عاوزين نفرح ولادنا، مش عاوزين طول الوقت عايشين في قلق انت لازم تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. واحنا بقى في رحله البحث عن المرح لاولادنا، هل في مساحه ان احنا كمان نستقطبهم تجاه الامور المفيده ليهم واللي هم بيزهقوا منها وما لهمش فيها قوي، زي القراءه مثلا؟ في
كتير برضو من الاهالي بيشتكوا من اولادهم ما بيقولوش. بالك الاجيال الاجدد مختلفين كتير عن الاجيال القديمه، يعني الاولاد مختلفين قوي عن اهاليهم لما كانوا اطفال. ده زمن وده زمن، كل زمن بمفرداته وبتفاصيله، بس مفردات زمان كان فيها مثلا قراءه. دلوقتي كل فين وفين لما تلاقي طفل من مثلا من الاطفال ماسك كتاب بيقرا فيه. فنحببهم ازاي في الحاجات المفيده بالنسبه لهم اللي هي في نفس الوقت هم مش مستهوياهم قوي؟ نعمل ايه بقى في الحكايه؟ هو ليه الطفل ما بيقراش؟ لانه اصلا ما بيشوفش الام والاب بيقراوا، فدي مشكله كبيره جدا. عاوز تعلم ابنك القراءه، انت ابدا بنفسك الاول، انت كأم ابداي بنفسك الاول، امسكي كتاب، امسكي جورنال، امسكي حتى التليفون وبصي على خبر معين، عادي ابنك جنبك وعلميه ازاي يبص على الخبر وازاي يقرا العناوين حتى على الاقل. نعلم ولادنا حتى مفاهيم القراءة البسيطة، حرف جنب حرف، ادينا كلمة، كلمة جنب كلمة، ادينا جملة، جمل مع بعضها، اديني محتوى. علم ابني حاجات بسيطة قوي وهو قاعد جنبي.